الحومة. السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده رمضان في الحومه. كما شفتوا الحلقه الاولانيه منها في طنجه، وبزاف ديال الناس قالوا لي خا ابراهيم خصك طلعنا عندنا لتطوان، وحنا جينا لتطوان واجي نشوف الاجواء ديال رمضان. في رمضان كنعيشوا اجواء جميله مع الاحباب قبل الاذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة، ورمضان في الحومة، في رمضان في الحومة. السلام عليكم بدر الدين، كيف تينا؟ مزيان اخاو، دابا باين عليك ما كتعصبش. عندنا في تطوان؟ لا ما كنتعصبش احنا يا خاو. الا قلت لك كيفاش عامل الاجواء في تطوان؟ الاجواء الخاو انت كتشوف الخاو، طلع مدينة قديمة وتشوف الأجواء كتسمى رائعة بلا ما نقول لك أخويا. حمد كيفاش عامل الأجواء في تطوان؟ أجواء مزيونة الصراحة الله، وهاد رمضان هذا كيس كيطير ما كنشوفو هاد رمضان، فهمت؟ كنشوفو هاد رمضان هذا كيس كيطير ماشي بحال رمضان اللي فاتوا. والرحمة الله. شنو تقول الإخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا بهذا الفيديو؟ وعملوا أبوني واشتراك. وعشر مبروكة. وعشر مبروكة. تعيدوا الصحة لهنا. الله يدخل عليكم الصحة والعافية باش ما تمنيش ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا في تطوان اخا. مرحبا بكم في تطوان، حنا عندنا الاجواء مدخمانة والخايفة تضرب بكل شيء كاين، وهذا رمضان هذا ما فطناش يبان كيف كاز. مرحبا بكم اخوتنا باركي في الدان ديالنا واخ. السلام عليكم. مزيان بخير، صحة مزيانة طيبة. مرحبا بنا عندك في تطوان. مرحبا بكم عندنا في تطوان، ومرحبا بنا عندكم في طنجة. خاي محسن كيفاش كدوز النهار ديالك في تطوان مع رمضان دار؟ أنا النهار ديالي أنا في رمضان صراحة الله كندوزو عادي زعما كأي بحال النهور العاديين، بالعكس أنا في رمضان كيعجبني زعما الأجواء ديال الصيام والريتم ديال رمضان كيعجبني بزاف. حاجة واحدة اللي ما كتعجبنيش هي في ذاك الوقت المغرب كيوقع واحد البلوكاج ماشي طبيعي، والطونوبيلات كلشي كيخرج بالطونوبيل، ماشي انا يعني انا ودخلت نخرج للضروره او ديالي الغزال الله يعاونك، كلشي كيخرج بالطونوبيلات ديالو، اخر خصو يشري غير الخبز كيخرج بالطونوبيل، وكيبقى واحد التزاحم واحد التكسيدات واحد هذا. لهذا اللي عنده الطونوبيل وغادي يشري الخبز يخرج في التاكسي خفف شويه هذا. سبحان الله واحد الجو كاين في تطوان، واحد الجو ماشي عادي، كنحس بحال العائله. دابا انا وياك صدفه جبرنا بعض تيزنا هنا. اجواء واعره رمضان دائما غتجبر هذا الجو. كاين شي طواجن؟ ماشي بركه انا باقي ما عدلتش شي طواجن هذا المره. شوف انا في رمضان كنتعامل معاه بشكل عادي زعما اللي كناكلو مع الدراري وشي كليسات مزيونين. تبارك الله معاك عين الغزلان ياك عفوا. بارتينا عاملين واحد الفطور دابا في الرينكو ان شاء الله. مرحبا بكم، الله يكبر. شوف تفطروا معنا. دابا اليوم جوار 90 مشهورين هنايا في تطوان اخي هادي. تبارك الغزال الغزال. كاين شي خرجات ان شاء الله؟ كاين شي بركه خير موجوده اخي ابراهيم. هذا الحد ان شاء الله تكون شي حاجه ان شاء الله. فين تكون الواجهه ان شاء الله؟ ان شاء الله تكون بواسم ان شاء الله. دابا سينا واخا رمضان كتسمى الخرجات ان شاء الله ضروري اخي ابراهيم. كاين الاقبال؟ كاين الحمد لله. سرقوا من عنده فكره؟ كاين اخي ابراهيم. غتعمل لهم فطور؟ شنو غتعمل لهم؟ ان شاء الله يكون فطور في دار الضيافه مطحن ان شاء الله اخي ابراهيم. هذا النهار فين يكون سي؟ كيفاش فين يكون؟ هذا النهار باقا عاد خارج ان شاء الله، ترى نعمر الموصل من بوعنا. كيفاش عامل الاجواء في تطوان؟ اجواء صراحه غزاله مع رمضان اخي ابراهيم. استاذ عندنا شي طاجين عاود ان شاء الله. مرحبا اخي ابراهيم، باقي ما خرجتي معك فوقاش غنخرجوا ان شاء الله. مرحبا بك اخي ابراهيم من الراس والعينه. شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا؟ الاخوان ديالنا شحال نقول لهم اخي ابراهيم؟ كنشكرهم كنقول لهم عواشر مبروكه ورمضان مبارك كريم، الله يدخل عليهم الصحه والعافيه. وشكرا اخي ابراهيم، مرحبا بك في تطوان اخي ابراهيم. الله يحفظك. اختار معايا الله يرحم والديك، انا باقي كندورو هناك. الله يكبر لك. شكرا. خو ديري تبارك الله. تبارك الله لك اخاي الطنجاوي. قلت لي ضروري ما توجه التحيه للاصدقاء ديالي. توجه التحيه اخاي، عندي شي 20 طنجاوه وعزازين عليا، بلال بابيدو وزكريا زيكو وبني مكاده كامله وتصارت زديد السواني، المهم طنجه كامله. فوقاش تصاوب تفطر معنا في طنجه؟ التحيه للطنجاوه والتطوانيين كاملين مع طنجاوه. كون هاني محمد الضبيب. شنو الحاجه اللي كتعصبك في رمضان؟ كيعصبني البصر فهمتي؟ مغدي كيبان لي مغدي ومعصب، ودار لي حتى مكيب، هو مكيب الحق خصو يعصب هذوك اللي صايمين. كيقول لك تابعيني، هو اصلا حازق ما عنده تاريخ، هو تابع بنادم وكيقلبها كيقول لك تابعيني وحاسديني، ما عنده حتى تشانكله بحال الناس حاسدينها ما عرفناه. والله هذه مخلقين، انا ما ندعيو معاهم، المكره نزيدها وتزوم
اللي ما تهداش استافيت كدوزو بلاش. تبارك الله الطنجاوي العزم الطنجاوة عزك الضيف خي صبيح. تبارك الله تبارك الله على شي ورد ديال منور راسي طوان بك ياك الخاف. جاتينا نور على نور الخاف والله الا الخاوي. نقول لك صبيح كيفاش كدوز النهار ديالك في سيتوان؟ النهار ديالي كندوزو مع العشره كتسمى فوق السلك صلاه والعباده كتسمى الصلاه ديالنا كنصليو العصر وهادي كنعاودو المدينه كتسارى وهادي تحكوا مع بعضنا النشطو. واش كاين شي طوازن ولا كاين طوازن وجودي طوازن اللي بغيتي كلشي كاين بغيتي اللحام اللي بغيتي الزوال اللي بغيتي العام كلشي واد رمضان اصلا كيجيب رزق ورخاء الله غير ملي نسينا هيدا كنشوفوك فرحان وضحكنا ديالك دائما دائما فرحان وكنفرح حتى الدراري ديالنا وديك اللي عجبنا واللي ما كتعجبناش ما دابا نسينا في طنجه سيطوان دوخني صح سيطوان يا خوا معنا في طنجه خدام كنطلع نعاود فهمت اجي نقول لك الاجواء في سيطوان كتبان واعره الصراحه واعره خا عندك شي طواجن كاين شي طواجن ضروري الطاجين ديال السيطوان هو كيطيب فرحه ياك اخي يا نمشيو نفطروا مع الدراري وسهلا بك اخوتي هذه ما كانت الفكره الطاجي اليوم ديالك هذه هذا غنسقوا بعضكم كلشي نسوما ودابا شنو نقولوا للاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو رمضان مبارك سعيد الله يحل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله في الوالده راكم تسمى الدراري تبارك الله عليك ممكنش نجيو لسيطوان وما نجيوش عند الصديق ديالنا ايوب تبارك الله عليك اخي ايوب ابا ابراهيم نهار مدخن هذا خويا والله مدخن بك اخي مبروك المحل من سين الله يرحم بابك وهيدا معك ان شاء الله ان شاء الله شي سبعه المحال وثلاث ثمانيه محل واحد ما يكفيش اخي ابراهيم اخي ايوب خير زكا جينا عندك اليوم وعاد زورك معصب عمري تعصبت اخي ابراهيم والله طلع السده خويا طلع السده طلع السده في الخاو طلع السده في السلعه طلع وطلع ما كنضحكش اصاحبي ايوب كيفاش كدوز النهار ديالك دابا في رمضان والله الا كندوزو غزال اخي ابراهيم نهار ما كتحسش به كتفيق من النعاس كتصلي الصلاه ديالك كتجي كتلقى الخدمه شحال هذه 400 درهم ناقص كيعاد لكم شي طواجن ولا واه طواجن ايوه الطواجن ما عادش تبارك صغير في الغابه كنعاد وانت دابا الحلاوه ديالها دابا رمضان معروف الطواجن والله الا ما كانتش رجع عندك الاجواء شحال هذه والطواجن والغابه والخبيزه هايده اللي كيجي بالطاجين اللي كيجي بطاطا وانا مشارك معاهم ببريكي والله العظيم اخي تبارك الله عليك ايوب اخي الله يرحم بك شنو تقول الاخوان ديالنا اللي غايشوفوا في هذا الفيديو مرحبا بكم اخوتي ورمضان مبارك سعيد والله يسهل على اي واحد في نيته شي حاجه مزيانه والله يسهل لاي واحد قلبه بيض وابراهيم راه قلبه بيض يا الله ايوب كيف جبتي الجديد الجديد الخاوه مع المحل جديد مع دخل الجديد كل شيء كاين هانتوما كيف ما كتشوفوا اللباس جدادين هادو هما اخر ما كاين في موديل هاد النايكا وبالاثمنه مزيانه اقسم بالله الثمن مزيان اخوتي والثمن نقدروا نقولوا طايح حتى على الناس اخرين حيت حنا لابسه حنا جدادين وباغيين نكسبوا كليان مرحبا بكم اجيو اكتشفوا عندنا المحل ديالنا واخا ما تشريوش غا اجيو وكتشفوا تصوروا مع راسكم وتصوروا مع راسكم راه عندي استوديو هنا ما عنديش والله الا عندي استوديو كاين موديلات كاملين كاين طوزيزات كاين بوديس كاين شناضل حول سلام عليك صحة مزيانة راسي من طنجة جيب الجواد الشي ديالو قالها بحالنا جيب ديك الشي هربنا من طنجة خاو ديالي مزيان بخير الله يرحم والديك الله يعزك كيف سينا اخاي مزيان؟ جيتك في طنجة صاحبي وانا شفت سكتينا واحد الصديق ديالك عاملين هنايا قلت غنجي عندك مرحبا بك اخاي ابراهيم كيفاش جاتك مدينة تطوان وكيفاش كدوز النهار ديالك هنا؟ لا واعر الصراحة تطوان الناس ديال رحبوا بيا صراحة والله دابا هاد الموطة هذا كتكون بالنهار وبالليل ولا عيد؟ لا لا غير بالنهار ديك ساعة ونص قبل المغرب وصافي دابا ان شاء الله تبقى في تطوان ما عاودتي ترجع حلوة ندوز رمضان هنايا ان شاء الله تبارك الله عليك الله يعاونك الله يكبر بك الخاو ديالي كيف سيدي لاباس عليك الله يرحمك خاي سامر تبارك الله الله يبارك فيك غنسقسيو سامر كيفاش كيدوز النهار ديالو نهار مضخم اخاي احسن ايام الله هو رمضان بينما ما كتعصبش واخا نقول لك علاش غنتعصبوا غنتعصبوا في رمضان حق غنسقسك شي حاجه كتشوفها ما كتعجبكش وكتعصبك شنو هذا كاين بعد بنادم لا حول ولا قوه الا العلي العظيم وصافي كيفاش كتعامل مع هذاك بنادم هذاك ما كنقربش انا عنده كاع كنتعامل مع هذا يا صاحبي اسامه فين غنفطروا اليوم اليوم غنفطروا في الدار يا ان شاء الله في الدار غنفطروا ان شاء الله دوك النص عا كنبقاو نفطروا على طواجن عاون زوينين ضروري شكون كيعاد الطاجين سينا ولا الهابطي عنده 60 طاجين في الشهر تبارك الله لا زعما انا في امريكا باش كتقول لي 60 شو غنسقسي دابا الهابطي غنقول له كيفاش كان رمضان شحال هذه مع الاجواء رمضان دابا شنو محمد الهابطي
محمد مشرفي. شو رمضان شحال هادي كان فيه البركه وكان فيه الكرم وكان فيه الخير وكان فيه هديه. دابا كنشوفوا حنايا هذا رمضان اللي ما جاي دابا ولا العيد الكبير ولا المسائل بحال اللي كايز واحد الموسم بحال اللي ما كاينش، ما بقاش الحلاوه تاع كيشي. شحال هادي كنا كنحسوا برمضان ونحسوا حتى دابا الحمد لله ولا الحمد الشباب عاود كنحاولوا نخلقوا هذا الجو. نعم وهذا الشيء اللي كاين وشكرا لكم. تبارك الله عليك تبارك الله على الدراري. خي محمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم. محمد كيفاش كدوز رمضان ديالك في تطوان؟ كيف ما الناس كاملين عادي زعما الصراحه. ديك رمضان في تطوان واحد الجو عنده الحلاوه. يلا دابا عاد كنشرح لعايد خالتي قلت له خصك تخرج. ماشي من هنايا لا بحق ما كيخرجش بوحدو فهمتي، خصك تخرج الدور تشوف الناس شهيوات اللي كيوجدوا كذا وتشهاوا هيداك وما تزعم لها والو فهمت. لينا كيعجبك تخرج معاه؟ ياك تكون جو مضخم. صايم ولا فطر اليوم؟ صايم. تبارك الله عليك شحال صمتي في رمضان؟ مبدا راجل تبارك الله. طبعا انا كنحقرك كنقول لك شحال صمتي. خاي محمد شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فين؟ الله يخلي لك ليلو ما خاي والله يدوم. شغنقول لك زعما عندك واحد محتوى نقي بزاف. الله يحفظك. والعائله كامله كتبغيك زعما الصراحه الله. عادي المرابط عملتي مع واحد فيديو هيدا في طنجه طروفيه قالت هذاك حبيبي. والله الا هو سبابي باش عرفتك اخاي. الله يرحم بابك ابراهيم. شكرا لك الله عليك يا محمد. منين جيتي انت هنا؟ جيت من طنجة الخاو. ياك اخي. والله جيت من طنجة. كيفاش كتجيك الدنيا هنايا؟ تطوان واعرة اخي صراحة الله اخي، الأجواء ديالها واعرة فهمتي كيفاش، بحال اللي في أوروبا بحال داك الشيء يعني يا سلام، أجواء رمضان ولكن من داخل ديالنا كاينة واحد شوية تغيرات فهمتي كيفاش. شكون اللي غيرك؟ خوتنا اللي في فلسطين تما كتعرف عاود فهمتي، واخا الحلاوه د رمضان كتحس بواحد التشكه ديالهم كاينه تماك فهمتي كيفاش، كاينين الناس صايمين قبل ما يجي رمضان. والله يعدل لهم شي تاويض الخير وصافي. تبارك الله عليك اخي. ايوا تحياتي لك اخي ابراهيم. اخي محمد رضا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي. كيفاش كدوز النهار ديالك في رمضان؟ النهار واعر كيدوز اختي. يعني ما يمكنش طواجن، كاينه شي حماس؟ كاين الحاق كاين الحاق. الجامع صلاه التراويح؟ ضروري الصلاه هي الاولى. ياك اخي. وعندك دابا شي جلسه اليوم مع الاصدقاء ديالك ولا هي باسيوات باش تسافر؟ باسيو صافي هنا في المدينه وصافي اخ. وكيفاش كيديك كيفاش كدوز رمضان ديالك في تطوان؟ كندوزو عادي اخ. عادي عادي عين هضر بلاصتك يا اخ. ما كتعصبتي هنا؟ الحمد لله اخ. علاش نتعصبوا حنايا؟ محمد رضا شنو الحاجه اللي كتعصبك في رمضان؟ حتى حاجه. حتى حاجه. شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا؟ عرس مبروك اخوتي. تبارك الله عليك عنده الهضره محدوده يا اخ. كيفاش نجيو من تطوان وما نجيوش نديو الحجر؟ بقاو ديالي السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. اول حاجه غنقول لك بالتوفيق على المشروع اللي عملتي. امين اخويا والله الحمد لله. دابا كيفاش شنو المعنى ديال خويا؟ واش غادي نقول لك؟ شوف هذه وشوف فيا وغادي تعرف شنو كاين. خطير بالضبط. مرحبا بك اخويا نورتي تطوان. كنبغي نقول شكرا اي واحد ساهم معايا في هذا البروجي اللي دعمني بالدراري كاملين السوشيال ميديا كاملين. الحمد لله جبرتي الناس تطوان كاملين. الحمد لله كلشي بقى معايا. وعلا جينا عندك من طنجه؟ صراحه خصني طلعت عن طنجه كيسردوا لي الناس نطلع عن طنجه هكذا الناس يخصهم العصر. ايوا صح بحال والو طلع عن طنجه عن قريب. مرحبا بك وشكرا على الاستضافه و100% زول. وانا غنسقسك شو كيفاش جاتك هذه الفكره هذه باش بديت هذا المشروع؟ خلاص غنقول لك فكره بارازار جاتني، كنت مريح مع الدراري جاتني فكره استشرت مع الدراري مع الوالدين. مع انا ما عندي حتى شي مشكل كيف ما كانت الخدمه كيف ما كانت غادي الخدمه، لان الراجل عمره كيتعايب الخوات انا عارف الشباب. وهذا ميساج الشباب الخوا لان الانسان يبقى شي جالس صافي اخوا. المهم حاول دابا شحال عامل خوا الثمن مناسب اي واحد كيدا 20 درهم 20 درهم عمال لومبار دابا تشوف منين تجي تفتح هذه مسدوده مره فهمتي العصر اخوا انا عارف العصر 100% 100% غديها ترجع من طنجه خويا الطوق خويا. لا بيا عسر فهمتي بلا ما نقول لك ميكا ديالك بكلشي ديك هو هذاك. تبارك الله. كما شفتوا كانت هذه النهايه في تطوان ما شاء الله كانت الاجواء واعره. فين بغيتوا نمشي مره اخرى؟ السلام عليكم وعشر مبروكه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.